أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هل يصح نسبته لأبي حنيفة؟ هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة وغير صحيح. الإيمان يزيد وينقص بنص القرآن والحديث، قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يضعف الإيمان بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، دل على أن هناك أضعف. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها. دل على أن الإيمان له أدنى وله أعلى، له أدنى وله أعلى، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. دل على أن الإيمان يضعف، يصير بوزن حبة خردل أو أقل منها. نعم، الإيمان يزيد وينقص، هذا بالكتاب والسنة، ولا ينكر هذا إلا المرجئة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.